مشاهدي وتطبيق نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مكان اللي كان مسرح جريمة قتل الدكتور بدر اللي عمرنا غادي نساوه. وقناة شوف تي في حطات من بين بين أعين ديالها بأنها النقطة أنها تعتبر نقطة سوداء، وخاصنا يوميا نجيو هنا. لهذا قررنا أننا يوميا نقول لكم ما يقع هنا بهذا المكان. الشاب اللي تعرض برفقة ديال أصدقاء ديالو لاعتداء همجي من طرف واحد السفاح اللي سميناه في قناة الشعب قناة شوف تي في هو المفشوش، واللي كان قتل أو قام تصفية الدكتور بدر بطريقة وحشية وبشعة. لهذا قررت قناة شوف تي في أنها يوميا تقوم بجولات هذا المكان باش نقلوا للمشاهدين ما يقع هنا بهذا المكان، وكيفاش أن بعض ماشي الكل بعض ولاد الفشوش كيستغلوا هذه الأمكنة وهذا المكان من أجل باش يفرغوا داك المكبوتات ديالهم، داك الكبت ديالهم، وداك الضعف الجسمي ديالهم او الضعف العقلي، ويعتديوا على ابناء الشعب. هذه جولة في مسرح أو في المكان اللي تمت تصفية الدكتور بدر قبل أيام من الآن. لتدقيق في هذه الجريمة كانت هزت الرأي العام الوطني بالطريقة البشعة اللي كان المجرم السفاح اللي تم الاعتقال ديالو من طرف السلطات الأمنية هو والمجموعة ديال الأشخاص اللي كانوا برفقة ديالو اللي كان منفذها. بدم بارد. نشكر المشاهدين الكرام على طيب المتابعة أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. ما تنساوش بأننا باقي معكم، بقوا في خدمتكم.